اللي صار رجعنا بالذاكرة إلى أيام طويناها وقلنا تنذكر وما تنعاد. مش مقبول أحبائي أنه يرجع السلاح لغة التخاطب بين الأفرقاء اللبنانيين، لأنه كلنا اتفقنا على أنه نطوي هالصفحة من تاريخنا الأسود. اللي صار اليوم مش مقبول وقت ارتضى الجميع الاحتكام لدولة القانون والمؤسسات، والدولة اللي بتضمن الحريات لسيما حرية التعبير عن الرأي لازم تكون هي من خلال مؤسساتها المرجع الصالح والوحيد لمعالجة أي إشكال أو أي خلاف أو اعتراض. مش بالشارع مكان الاعتراض، ولا نصب المتاريس أو المواقف التصعيدية بتحمل الحل. ما في شيء ما له حل إلا من ضمن المؤسسات ومن خلال الدستور اللي ما في شيء بيعلى عليه، لا التهديد ولا الوعيد. أحبائي، البلد ما بيحمل خلافات في الشارع، البلد بده معالجات هادئة. مكانها الطبيعي هو المؤسسات، وفي مقدمها مجلس الوزراء يلي لازم ينعقد وبسرعة. وأنا أجريت اليوم اتصالات مع الأطراف المعنيين لمعالجة اللي صار، وأهم شيء لمنع تكرار مرة تانية، علما أنه لن نسمح بأن يتكرر تحت أي ظرف. والقوى العسكرية والأمنية قامت وراح تقوم بواجباتها بحماية الأمن والاستقرار والسلم الأهلي، وما رح نسمح لأحد أنه ياخد البلد رهينة مصالحه الخاصة أو حساباته. أحبائي، اللي صار اليوم رح يكون موضع متابعة أمنية وقضائية، ورح أسهر على أنه يوصل التحقيق لحقيقة ما حصل ومحاسبة المسؤولين عنه والمحرضين عليه، مثله مثل أي تحقيق قضائي آخر بما فيه التحقيق بجريمة المرفأ يلي كان ورح يبقى من أولويات عملي والتزامي تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي على قاعدة استقلالية القضاء وفصل السلطات واحترام العدالة. أخيرا بطمن اللبنانيين إنه عقارب الساعة ما رح ترجع لورا، ونحن رايحين صوب حل مش صوب أزمة. وأنا بالتعاون مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ما رح نتساهل ولا رح نستسلم لأي أمر واقع يمكن يكون هدفه الفتنة اللي بيرفضها جميع اللبنانيين.